تتم الحملة تحسيسية لمرضى السكري والتي امتدت من 27 أبريل إلى 27 يونيو من ضمن المركز الصحي كينضم اليوم هذه الليلة بشراكة مع المعهد الموسيقي للعرائش هذا الحفل البهيج واللي سيرمو غادي ينال الإعجاب ديالكم. ولكن قبل ما نبداو في الحفل ديالنا نبغي نعطي واحد لحظة بعجالة زعمك شنو نجز فريق العمل في هاد الحملة ديال شهرين. ولكن قبل خاصني ولا بد ما نشكر الناس اللي كانوا وراء إنجاح هاد الحملة اللي حملة كبيرة والأولى من نوعها على الصعيد الوطني. أول مرة مركز صحي تابع لوزارة الصحة تنظم حملة كتمتد شهرين وكيدير فيها أنشطة كبيرة كيف غادي تشوف. دونك اول ما غادي نشكر شكون هما الناس اللي فريق العمل ديال المركز الصحي حي الجديد الاعضاء ديال اللجنه المنظمه للحمله والمكونه اساسا من متطوعي ومتطوعات جمعيه محاربه السيدة فرع العريش من متطوعين ديال منظمه الكشاف المغربي فرع العريش جمعيه الامل للبيئه والتنميه ومحاربه الاميه منار جوج. كما اشكر الناس اللي مولوا لنا هذه الحمله هذه الناس اللي اداو مولوا لنا الحمله يعني بفلوس شكاره هذو الناس اللي مولوا لنا هذه الحفله كاين ثلاثه ديال كاين مختبرات روش ستيريفيل كاين الدكتور حسن المدراري مدير مختبر بيولوجيكا وكاين السيد باش ما نساش حتى واحد درت الورقه باش ما يتقلقوش عليا كاين مدير السيد ماهر المزيتي صاحب شركه سيماهيب للادويه الشبه الطبيه كاين مختبرات طبيه اللي شاركت معنا واحد مجموعه ديال الادويه مشكوره عليها. كما اتوجه بالشكر للسيد رئيس المجلس البلدي ونائبه الاول والسيد باشا المدينه اللي سهلوا لنا الماموريه والشكر موصول كذلك لرجال الامن ورجال الوقايه المدنيه الذين رافقوا المسيرة ديال 22 ماي. وأشكر كذلك مدير مركز محمد العواد تابع لجمعية إيكودين اللي وفر لنا القاعة باش فين درنا جوج ديال الندوات ندوة 27 ماي و 27 أبريل. وكنتوجه بالشكر كذلك للسيدة مديرة المعهد الموسيقي والسيد الحاج محمد حمد الطاود اللي قبلوا باش ينشطوا لنا إن شاء الله هذا الحفل هذا. والمنظم ديال هذا الحفل السيد مصطفى الوهابي والمكلف بالتوثيق الحمله السيد محمد رضا الحوات. كنشكركم حيت حضرتوا معنا هذا النهار هذا وبعجاله ما غاديش نطول دقيقه جوج شنو دار في الحمله مازين فين مازين الخطه العلاجيه يشوف مع الطبيب ديالو الا كان عنده السكر الخزان ديال السكر اللي كيدار مره في 3 شهور خاصو يدار مره في 3 شهور باش يقول لنا السيد واش راه غادي في الطريق الصحيح باش نتفاداو المضاعفات الكبيره ديال مرض السكري وكلكم كتعرفوها. الا ما كانش موجود ماشي مشكل. ما عمرهم داروا هاد التحيله ديال السكر هاد الخزان هذا اول مره غيعرفوا شنو هو الخزان السكر واول مره غيديروا هاد التحليله. وفي نفس الوقت الاعضاء ديال العاملين ديال المركز الصحي الجديد نجزوا 1200 تحليله السكر بالنسبه للناس اللي فيهم السكر وتيجيو كل ثلاث وخميس يديروا يدوزوا عن طريق ويديروا تحليل السكر 1200 ونجزات كذلك الفريق العمل ديال حي جديد 500 تحليله بالنسبه للناس الاكثر عرضه اللي يمكن يكون فيهم السكر الناس اللي كيكونوا غلاظ الناس اللي قليلين الحركه ولا الناس اللي عندهم في العائله ديالهم مرض السكري. فهاد 500 اكتشفنا 40 حالات سكري جديده في 27 ماي دارت الندوة الثانية على رمضان والسكري شكون يصوم وشكون ما يصومش أطرها عبد ربي ورئيس المجلس العلمي سي أحمد سي إدريس بن ضاوية. في 22 ماي كان الحدث الكبير اللي عرف تغطية إعلامية واسعة خصوصا الإعلام المحلي وقناة ميدي أن تي في هو المسيرة اللي تمشوا فيها الناس ديال السكر وعرفوا الأهمية ديال المشي وديال الرياضة وتمشينا فيها تقريبا 7 ديال الكيلومترات من
وصلت المدينة إلى غابة القسطان. إلا لاحظتوا بأن الحملة ديالنا ركزنا فيها على رقم 7، التواريخ اللي اختارينا كلهم فيهم 7، 27 أبريل 27 ماي، عدد الأنشطة الكبرى 7، عدد ديال الخزان السكر 700، درنا 7 ديال الدروس توعوية في مركز صحي حي جديد، هضرنا فيها على بزاف ديال المسائل اللي كتهم الناس ديال السكر، هضرنا على التغذية ديال الناس السكر، هضرنا على الرياضة فتحقيق توازن السكري، هضرنا على المضاعفات ديال مرض السكري، هضرنا في الاخر على واحد الدرس مهم بزاف اللي حضروا له الناس، هو القدم ديال السكري، وشفنا الأهمية ديال هاد الدروس التوعوية باش الناس تتفادى تلقى ديك المضاعفات الخطيرة. وحنا كنشوفوا بان كانت عندنا إكراهات من الكروش، كانت عندنا إكراهات، كان إكراهات ديال التمويل، ما لقيناش بزاف ديال الدعم ديال التمويل، ولكن وكان مجهود كثير ديال الأعضاء ديال فريق العمل، ولكن ملي تنشوفوا النتائج ديال هذه الحملة التوعوية شهرين وحنا تنهضروا على السكر وعلى الخزان السكري وعلى الدروس وعلى القدم السكري، ملي كنقارنوها تنقولوا شحال حفظنا وربي الحافظ، شحال خلينا الناس بزاف ما تطيحش في الهبوط الحاد ديال السكر، شحال تعتقات من رجل ديال الناس السكر من القطيع، شحال تعتقات من كلوة ديال الناس السكر من الدياليز، هادشي ما عنده ثمن. وحقيقة راه الناس خاصها تفهم بأن راه التوعية والريجيم والرياضة مهمين بزاف في تحقيق توازن السكر والحصول على خزان السكر بحال في الشعار ديالنا لهيه أقل من 7%.